السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقاء؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة بلعبة اسمها Survivor The Aftermath، الناجون ما بعد الكارثة، هيك عنوان اللعبة. ما رح أحكي لكم كثير عن تفاصيل اللعبة، لعبة Survivor بناء وما بناء، وفيها كثير شغلات وعجبتني جدا، وصحيح صار لي تقريبا 3 ساعات عم بلعب فيها استمتعت. وليش عم بلعب 3 ساعات؟ هلا بحكي لكم تفاصيل كامل بالفيديو، لأنه الفيديو رح يكون طويل والشرح كثير رح يكون. وهلا خلينا نبلش بالفيديو، طبعا أهم شيء ما تضيع ولا ثانية منهم، اللعبة جدا 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 ممتعة. هلا خلينا نبلش. طبعا لا تنسى، طبعا اذا بدك تشتري اللعبه موجوده تحت بس عند دخول الوصف، تقدر تكبس عليها وتشتريها من ايبك جيمز. بدايه هون مثل ما انكم شايفين الاعدادات كامل، طبعا لودينج. انا ممكن ادخل على التسييفات تبعتي، بس بعدين رح ندخل على التسييفات بس نخلص هذا الفيديو، رح احكي لكم شو التسييفات هي. رح نعمل نيو جيمز وندخل. طبعا انا عم بقول لك انه انت تريد الشيء اللي بيساعدك، مشان البرنامج يضل يساعدك خلال تطوير اللعبه، عشان تضل تلعب تعرف شو عم بصير، نقول له يس. طبعا هون عم بيقول لك شنو نوعية التربة، شلون درجة الحرارة، شلون بدها تكون المواصفات. طبعا هاي الخيارات انت ممكن تترجم هذا الحكي وتفهم ايش المطلوب منك وتعمله بكل، يعني بكل قسم تقدر تجاوب عليه عشان تعرف. بس هو طبعا ابسط لكم اياها، واحد يعني كله ايزي، اثنين متوسط، ثلاثة كله صعب. فانا حاخذ كله واحد واحد مشان اخلص من هالموضوع هذا وما اوجع راسي. اوه نسينا هون، استنى شوي نرجع شوي لورا. لا هذا هو هون، ما عندنا الورا انه عدد السرفايفر كم شخص رح تنزل معك وكم طفل. انا حطيت 8 ب4 اطفال. هون شلون التنمية وشلون بده يكون الشعر، رح افرضه انا رح احطه هي وهي. انا قبل شوي حبيتهم كثير هذا الشعر، صار 3 مرات بحطه نفس الشيء. هنا كونتينيو. طبعا اسم القبيلة رح يكون هون انه نحن اوفركم القادمون. طيب تمام، نعمل ستارت. طبعا بداية انا لعبت اول مره تقريبا لمده ساعه، فهمتش تفاصيل اللعبه كامل، رديت حذفتها وبلشت من اول وجديد. لما بلشت من اول وجديد وانا عم بشرح واحكي 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 واشرح وبدق على اهم التفاصيل بدقق عليها، طلع بعدين المايك مسكر بنهايه التسجيل، طلع المايك مسكر مع ساعه كامله تسجيل راحت. المهم انا بهي اللحظه هلا راح اشرح لكم كامل التفاصيل بعد ما نخلص ونشرح كل شيء، يعني فهمكم كل شيء، كل شغله شو رح نعملها بهذا الفيديو، يعني اعتبروا هذا فيديو تعليمي تمام. وبالفيديو الجاي رح اكمل انا التسييفه تبعيتي، طبعا بنهايه الفيديو رح اورجيكم شلون انا صرت التسييفات. طبعا رح احاول هون كل شيء رح اشرح لكم اياه شرح كامل انه مشان تفهموا ايش عم بيصير. هون بالبدايه اعطاني القبيله تبعيتي وهي 8 اشخاص عندي. هون في عندي هون ايش عم بيعطيني وحدات تحكم كذا من البرنامج التعليمي. هون عم بيعطيني انه هون هذول هلا انت عندك مشكله، يعني اصفر لازم ندبر لهم بيوت، ما دبرت لهم بيوت يناموا بالشارع. رح نكبس هون على المفتاح ونحط هون على البيت ونقول له ابني لي. طبعا نبني جنب بعضها اول بيت، طبعا كمان بالاسهم تقدر تتحكم. البيت الثاني ما انا حاجه لبيت ثالث كيف بيتين. خلينا نرفع السر على الهاي عشان تصير عمليه البناء شوي اسرع. طبعا من هون انت كل شيء بدك اياه. لهون الطريق بعدين نشتغل فيه، هلا حاليا احنا ما عندنا متمتين على الطريق. لهون في عندك بيت سريع وبيوت يعني قابله للسكن فيها، 6 اشخاص تقدر تسكن فيها. هون عندك مصادر الدخل، هي تحتاج هدول اثنين، فرح نبني هي كمان بالقرب من هدول، انه هذا مثل مخزن. طبعا بعدين رح يتطور معنا هذا الاشي، فرجيكم اياه في المستقبل ان شاء الله. هون في عندنا ارض، خلينا نحط هي الارض هون ونحط هي هي مثل زي هي شو اسمه هي مثل مكان لصيد السمك تمام. هي صيد السمك، هي السمك، هي اللحمة. لو انا بفضل اكون اللحمة هون بالطرف هاي عشان تكون جنب مدخل المي، ونحن نحافظ على مداخل المياه بشكل جدا متوفر. طبعا هاي الاولى هون، يعني هون ارض موفرة فيها المي، فخلينا احطها سكوت بسير تمام حلو. طبعا هون في عندك المدخل رح نبني عليه، بس استنى شوي نبني الشغلات المهمة. طبعا هون في عندك رح يحتاج عليهم في التصنيع، في هون هي وين نطول فلك شي هي، نعطيها امر هون نقول له هون روحوا توجهوا اشتغلوا في هاي الناحية تماما. هي بلاستيك، بلاستيك معناته بدها هي موي تبي تبريسايكل بلاستيك. ها هي تمام، خليني ابعدها شوي لا ما يزبط. طب خلص حطها هون عشان احنا نعرف انه كل الشغل رح يكون هون بهالمنطقة هاي اللي رح يشتغلوا. وفي عندك هي كمان بتلزم كمان هي مشان التصنيع، حطهم كلياتهم هون جنب بعض. بعدين هاي للسجر،
هي انا مش حاطهم جنب بعض عشان وقت بدي اشغل اعطي الطاقه كامله بدل هي ما استفدت منها قبل شوي فما راح ابنيها هلا حاليا اتركها بعدين نبنيها بجوز بالوقت الحالي احنا ما كنا مستفيدين منها قريبا ممكن نستفيد منها ما بعرف هي هون للقلب السيف خلينا نحطها هي هون وفي عنا هي الثاني كمان جنبها فنحط ارض هي هون ارض جنب هي تمام طبعا هون في عنا هذا لازم نخليه يزرع لنا من هذا المقحم بس نخلص نخلص الاول هون هون وصلنا بنينا غرفة طبية حاليا منا بحاجة طبعا هذا بس بتحتاج مرة واحدة تبنيه بس خالص بس مرة واحدة وخلاص ما تحتاج أكثر هون مثل مواضيع الترفيه هيك شغلات اللي فهمتها بس ما فهمت 100% ايش المطلوب منها بس خلاص هون هون مثل المقبرة مشان تدفن الناس فيها وهون مشان تعالج الناس طبعا نحتاج وحدة حاليا بس وبس طبعا هي انت هلا بالبدايه بس هذا المطلوب منك طبعا نضل نعطيه وين يكون في مصادر الرزق لازم نبعته نشغله فيهم عشان نضل مغطين هذا الوضع انا هون راح برفع كله هاي هون بعطينا في شغلات ناقصه كذا هالشغلات هاي رح انتظر لحتى تكمل هاي الاشياء تمام طبعا هون انت تقدر تكبس من هون تكبس على هاي تبلش من تحت شايفينها من تحت على اليسار هاي تبلش تسرع الوقت هاي بتسرع اكثر يعني تصير عندك النهار يمشي بسرعة اكبر بكثير صبينا كاسة الشاي جبناها معنا هلا نبلش نشوف ايش صار بالسرفايفر طبعا انت الحلوه فيها انك تسرع انا طبعا وصلت هنيك بال 28 يوم رجعت من الاول بس بشان لانه المايك نسيته مو شغال والله مصيبه يا شباب طبعا عم بيعطيني انه هون خلصها وانا لازم تعطيه هون بس شفت انت الاشاره هاي معناته انه بده مكان يدخل لك منه الرزق بس هون طبعا هون مكتوب منك انه كم شخص ممكن نضيفه طبعا نفس هذا المبدا انت ممكن تسعه بس حبينا نحكي هاي الشغله بالمبدئيا الاعلانيك حطينا هون حطينا ذرة هون راح نحط بطاطا يعني هلا هون عم بيعطيني انه في عندك مكانين تم يعني انه اشتغلوا فيهم هو في طول بعد عندي هون ناس طبعا هون عم بيسالني انه طبعا ترجمته حتى افهم لانه في بعض الرسائل تجي كثير عميقه ويكون لها مقصود فيها شيء خطر او شيء منفع للمستعمره هون عم بيقول انه رح نسوي طبعا بدك تهتم بكلمه مخاطر في مخاطر ولا ما في مخاطر فعم بيقول انه رح نبني مصائد للارانب حتى تبني برا تجيب لنا زياده لحم انا رح اوافق معلش رح تجيني تزيدني زياده باللحم زياده بالثروه الحيوانيه تقريبا نحن هلا نعتبر كانه بنينا كل شيء طبعا هو في افات رح تجينا مستقبلا رح احكي لكم في افتين انا خلال الفيديوهات اخترقتهم يعني خلصتهم الافه الاولى رح تجينا هي مصيبه انه رح يصير في كيماوي فنحن لازم نزيد المراكز الطبيه اللي هن تدخل هون على الطبيه لازم هذا تضيف ثلاثه يعني بيغطي الآفة لما راح تجيك يلحق ويحامي هون اتوقع هذا الاشي فانه كان عم بيقولوا انه توبك وهذا جان شيء ما هذا جان ف اوه هذا مندمج بالكيماوي وهذا الهدى امل هذا المخيم ان شاء الله يلحق 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 يعني ناقص طول بالك خلينا ننزل السرعة على الواحد صرت احس انه في مشاكل كتير عم نعاني منها هذا البيت نفسه هون بداله انا بنيته هذا هون خلاص بلا هذا كان هذا اعمل له ستوب بعدين نبني هون اكون مهم اساسا يعني انا بنيت جدا سريع بنائي صار جدا سريع شوف ساعه عم بحكي لي انه بني شغلات بسيطه هنا وين وصلت وهو وين لساته فهمتوا شنو فهي نقطة تعتبر تحسد يعني تحسب لي طبعا هون بالبداية انا اوفرجيكم تبعيتي كتير مطلوبة بس هو هيك بالبداية طبعا هون احكي لكم انا شغلات عملتها انا مستقبلا هون في عندك تطوير الاكل راح نحصل على هدول القطرات اللي بعدين اوفرجيكم شوية بس ثواني شوي هلا كم دقيقة بفرجيكم شلون هون شلون نطور مصادر الطاقة شلون نطور الشغلات اللي عنا شلون نطور نحن كمدينة حضارية نطور اكثر نمشي اكثر من هدول انا تقريبا هيك وصلت هون تقريبا يعني مشيت مشيت كثير كبيره الى الاقل من ساعه المهم هون في عندي قيادين هدول السبع اجوا هلا شفت انه بيعند دايتين ثلاثه اتوقع يجوا لعنا يقولوا بدنا ننضم لعند قبيلتكم اختصاصي هون بيحكي لك ايون بالضبط
وهون الهلب المساعد عشان تساعد، هون الراديو اذا تحب عشان الحين لما انت بتسمعه ممكن تغيرها. شو مثلا مثلا انت حسب رغبتك تركب. فهلا هون عم بيقول لي انه فيها تسبب السلوكي، هذا مقول مقول بتعالج تمام. ها شوف هنا اجاني، شوف شو بيعطينا، بيقول لي انه في عندك هون شيء هون عم بيقول لي انه في مكب نفايات موجود. نحن بدنا اذا بدك تروح يعني ممكن نستفيد منه، وطاء الاذن ممكن نحن نستفيد منه نروح ممكن لايف قلبه شيء. فهون عم بيقول لي نعطيك اذن، في هون قابلوا لانه اذا اخذنا معدات معنا ممكن نجيب بشي فائد جدا، فرح اعطيهم المعدات وقالوا روحوا وجيبوا لي اللي بدكم تجيبوه هنيك لشو ان شاء الله يسر علينا تمام. هلا تقريبا تعتبر هذا هو البناء الرئيسي اللي احنا بدنا نبنيه كقبيله. بضل انت بتشيك على هدول، شوف هلا مثلا مثل هي هون، شوف صارت هون حمرا معناته مضى في شغل تكبس هون، ونروح ندور على مكان الله نروح نشتغل فيه. بس ما اتوقع كان في هون مكان ثاني. ماكو. طيب حلو، هي كل شوي بتغير القاعدة والله ما فهمت ليش هيك. طيب تمام، هون ناقصني شوية حطب وشوية اغراض، وانا بيعطيك هذا تمام. يعني هلا نحن نسرع اليوم عشان نستفيد من الوقت. والله هون عم بيعطيني والله اختلف كل شيء يا زلمة، كل شوية بيعطيك يعني بيعطيك البناء مختلف تماما. يعني صار ثلاث مرات لعبتها كل شوي بيعطيني بناء وطريقة مختلفة تماما. يعني هلا الخريطة هي مختلفة عن الخريطة اللي عندي انا. ونسيت احكي لكم ايش في هون، هون سعادة الناس، هون عندك شد الناس اللي مشتغلة بالبناء. هلا ما عندي ولا واحدة مشتغلة بالبناء، هون عندي 12 واحد بشكل عام. هون عندي شد الاكل، شد المي، شد شو اسمه تذكرت هي لازم نبني مصدر مي، طول بالك لان المي يعتبر هو اهم شيء باللعبة، فلازم مصادر المي تضل مستمرة موجودا باستمرار. انتو شنو حاولا نوفرهم الموارد تمام. تبلش تعالج، وانا بقلي لازم تبني لي بيت. والله باني لي البيت بس بدنا اغراض ان نجيب الموارد. طبعا احنا هلا بدي استنى شوي لما يخلص بناء نرجع لكم كمان او نهر، فبدي روح يستكشفوا ايش في عليه ايش ممكن له. فراح ابعتهم اقول لهم روحوا شوفوا ايش حتلاقوا. تمام بعرف هاي، انا بلي راح تجيك موجة حر، بس المشكلة ممكن تبين موجة الحر امتى راح يعني امتى هتبدا او امتى راح تجي. المهم احنا لازم نبني برميل مي لان اذا ما بني راح يموتوا. طب هذا ما عمله ستوب لك ستوب ستوب، في عندنا شيء اهم يا حبي. والله في شيء اهم، والله هيك اهم. نعم بلشت موجة الحر، ما عندي مي، الله يستر من موت نص العالم. فأنا عندي هني خطيتها يعني لأنه كنت باني ومغيش يعني، بس المصيبة الحين شلون بدنا نكثف عملية البناء. بلشت موجة الحر ونحن لسه ما بنينا، بس أهم شيء النبع اللي يشتغل. يا الله شو بدي عندنا مي. هاي اليوم التاسع، شفت شلون لأنه مشغلين تسريع اليوم فما عم نحس بالوقت. لا خلي واحد ضل موجود دائما بالمشفى. حلو هلا بدي اروح على هي. نعم ليش ما رحت؟ جيد جدا انه صرنا عندنا اثنين مصدرين من المياه، صار لنا 17 مي، نسبة جدا ممتازة. يعني هاي هي بدك تعتبرها كشكل رئيسي، هذا هو الموجود. بس انا عم بستنى بيجي هذا اللي بدي ابعته بعثة مشان افرجيكم شلون بدي ابعت البسات حتى نحسر هدول، بس لانه بس هذا الشيء نضل شيء تاني مهم. والباقي لقيته بس انه تضل بدك تضل تراقب هدول وتمدن كل شوي. مثلا هون بتروح تمسك هيك بالاسهم، انت هون وصلت طيب تمام، تكبس هون هاي بتروح شوف وين وصلت تمام تمام. فهمت علي؟ طبعا تقدر انت تفتول هذا الشيء. اوه هذول اجوا، عم بقول لك في معهم واحد ولد واثنين، رح تستخدم هدول تكلفوك انه هدول معك بالعقمة او هالقصصي، فراح ادخلهم في معه شخص جدا مهم اللي هو هاد هذا. شفت شلون هذا هو، تعال تعال مباشرة نباتك لبرا لأن أنا صار لي ساعة عم بنتظر. هذا يجي، خليني أطلع وش بعد هيك شوي تمام. هي بلش يكتشف الخطر، بس خليني شوي شوف اللي بعد. يعني هذا اللي أنا صار أوه هذا بدون بيت،
خلصت موجة الحرب أخيرا، نسوي له ذو خلية بعدين نكمل بناؤه. أوه هذول ما بلاقوا بيت، يعني ناس ما بتلاقي بيت. إيش بدو هذا؟ بدو حطب. إذا ما صلنا ساعة بعطينا الحطب. ما عم أوه ما إله إلا الله ليه؟ والله مصيبة يا زلمة. آه ما فيها شجر. أوه مصيبة يا زلمة. أنا بعتهم عم يشتغلوا بمكان وما فيها شجر. انا بعتهم شغلهم في مكان والمكان عم بشتغل فيه ما في حطب. ايش استفيد؟ استنى شوي. هون عم بيقول لي انه انت هذا خلصت فممكن ابعته يستكشف مكان ثاني جديد. طبعا هو من خلال الاستكشافات ممكن تلقي هذا الترياق اللي هو بيساعدك لانك تلفل ترفع مستوى اللعبة. فهمت علي؟ هلا بنى هذا البيت فصار الوضع تمام. فعرفت شلون؟ لازم حتى تنتبهوا تبعتوا بس انك تشتغلوا هون بدك تشوف في خشب في حجر وفي عندك انت كمان هاي البيت اللي هو لسه ما انبنى هاد اللي هو لسه انا راح ابنيه هلا اكمل بناء. هذا كمان بيساعد في عملية الاستكشاف اذا كان في هلا هون في حجر وفي حطب. شوف العنصرية موجودة هون. طبعا هلا بالوقت الحالي بعدين احنا نحتاج شغلات اكثر. طبعا هذا القدر بس رح اكتفي. ما في عندي حدا اجت كمان قبيله مره ثانيه. اه بلي هلا بلي انه في شافوا دب ماشي من قرب المخيم فيه شويه دم يعني التمسوا هذا الموضوع. فبلي ايش رايك نروح نجيبه بلكي نستفيد شويه لحم. راح انا هلو نروحه ممكن نستفيد شويه لحم بعمليه تكون هاي. طبعا هذا الحكي قررتك. طبعا هون انا ما اخطات ولا قرار لان انا بعرف ايش عم بحكي. سابقا انا اخطات واعطيت قرارات جدا خاطئه في حقي وحق نفسي وحق كل شيء. هذا انا ايش عم بحول حديد. خليني من دون حديد يا شيخ. بس يلا خلي خلص هاي. خلص هاي 80% اللي ضلت. شايفين شلون؟ خلينا نبعث هذا لهون بدي استكشف لنا. طبعا هو استكشاف المنطقه المحيطه مهم جدا. طبعا انا هون بعد ما حطيته يعني كان عم يشتغل لي من الحديد يحول لي هون لعدة. فانا ماني محتاج الا بالوقت الحالي. فطلستو انا ها عندي كله تلفل البيوت كلها وصلت لمستوى اعلى. راح اكتفي انا بهذا القدر من هذا الجزء. راح اورجيكم هلا انا وين واصل بارضي. يعني مو بهالبساطة هي انا عنديها شوي معقدة اكثر من هيك بكتير. راح اطلع لهون. هاي طبعا انتو هون اشعلكم نظرة سريعة. هلا كنت بدي اكملها في ارضي. نعملها سيف. فمثل ما انتم شايفين شوف انا قبيلتي طلع هذا الباب عندي شلون صار كبر. عندي البناء كبر كل شيء كبر. هون في عندي مستعمرات في عندي شغلات موجوده هون. انا عندي ثلاثه صاروا موجودين. عندي هذا بده علاج وينه هذا المجنون. بدنا نرجع اساس. اي فينا نشوف هذا هو الترياق. شوفوا هون في 18 ترياق موجود ممكن نستفيد منها. هي انا حطيتها انه مثل الدفاع لسه ما بعرف شو قصتها بس اعطاني انه لازم نبني هون. في هون البراغي رح يلزموني في كثير شغلات لقدام. طبعا هون الشخص اللي تبعته انت يستكشف الارض يستكشف شغله ويهجم عليها مثلا في خطر كذا بياخذها. فمثل يصير كونكت او شلون بدك يتدمج وبيجيب لك اغراض. فلازم ترجع على الارض ترجع تستفيد هالشغلات هاي. غير الوحيد الترياق هذا اللي بيساعدك هذا بتطوير الشغلات هو الوحيد اللي ما بده رجعه. خلاص انت مجرد ما انك تاخذه وتقدر تحوصه. طبعا مثل ما انتم شايفين انا عندي هون 39. نكبس هون ندخل على الفود. شوف الفود انا لسه ما مطوره لاني ماني مهتم كثير للزراعه والاكل. الأكثر شيء نركز على المنتجات الكهربائية والإلكترونية. شوف هاي الكيميائية والريسايكل وقصص هاي هون بالبناء. هون مثلا شوف أنا مثلا مصادر الطاقة وصلت هذا الجهاز جدا مهم. هلا عم بنتظر في شغلة أنا دفلت له على مستوى وفي شيء نسيت وفي شيء مهم جدا نسيت أعمله واللي هو هون في عندي أنا في عندي فائض. شوف هلا هون عم بيقول لي شوف انت عم تشتغل هون فاضي ما ضل في مكان تشتغل فيه. طيب طيب قول لي لهون. ها هذا ايش عم بيسوي؟ هذا عم بيشتغل صح. طبعا هون عم بيعطيني انه في عندك كم هائل من البيوت. تمام. هي ما فهمت ايش قصتها لحد الان ومو شكلي حافهم يعني. هلا هون هذا شغلته حصاد. هلا هون يشوف البيوت المتطورة تسمح فيها للتزاوج هيك في نمو انا ما بعرف. لهون هي الكهرباء
كمان ناقصني السفينة، ناقصني اثنين، وأنا ما غير ثلاثة، ليش ما بدي أغير؟ هذا مثل مخزن، وطبعا هذا مخزن، وفي هذا مخزن، بس لحد الآن شو الفائدة منهم؟ ما بعرف. مشان يعني لا حد ينصدم اللي شلون ما تعرف؟ ما بعرف. طبعا في هذا اللي بيفيدني بعمل بيستفيد من هدول الكيميائيات، بس المشكلة إنه أنا ما عندي هاي الكهرباء، ف عم بحاول اني هلا ابلش انا اشتغل هون في هاي الشغله. ما بعرف شي شغله رح افرجيكم اياها هون، رح افرجيكم من الاول منها. شوفوا شو انا صرت، انا اول شيء لفلت البيوت وصار عندي هذا المستوى. هون عندي انا عندي هدول ثلاثه بس موجودات، اعطوني بعدين هدول الستيجين، هدول نفس هد يعني هدول اثنين نفس هد تماما. شوفوا نفس الشيء، بس يحفظ مواد. ايش الفرق هاي؟ والله ما بعرف ايش الفرق، يعني ما فهمت شيء. هون بيخليك تصنع الاكل، يعني بتجي مواد اوليه بيصنعوها بيطلعوا منها الطبخ والقصص هاي. طبعا هاي بالمرحله الاولى، في عندك المرحله اللي بعدها. هون في عندك مي وبرميل مي، وهون مصادر المي لازم انت دائما توجدها موجودات، يعني كذا لسه ما استكشفت شيء جديد. في هون هاي مشان تساعدني انه تكسر شجر يلي مثل موجوده هلا هون وحده. هذا وين؟ وهذا كسر شجر، هذا هو المبنى. بلش كسر شجر. في عندي اشي جتني تنبيه، طول بالك حب. هذول اثنين نفس الموجودات. هاي المراكز الطبية مشان الكيماوي يصير عملية معالجته اسرع. وهي كمان ما بعرف ماني منتبه لانه هون في شي شغلات سالفة. هلا هذول انا لسه ما جربتهم، ما بعرف، لفلتهم وسكرت. وفي هي اهم اشي، يعني هذول اثنين اول شي اعطوني مصادر الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية وهي، وبعدين وصلت لهي وقفت. كمان خلينا نشوف هون عنا هذول. تمام. What do you want؟ روح شوف لي هي. بس كلهم خلص الفيديو. طبعا ما راح اكمل اكثر من هيك، راح تبقوا هذا كله للفيديو الجاي ان شاء الله، مشان ما يصير جدا الفيديو طويل، تصل 40 دقيقة، وهذا كله راح يضل موجود، يعني ما في خصخصة لأنه كثير حكي مهم. فراح اكتفي انا هذا القدر وراح سيفه، والفيديو الجاي راح اكمل من هون. شوفوا انتم مطلعين ايش عم بيصير. وإذا بتحبوا نزلوا اللعبة موجودة تحت بأسفل صندوق الوصف، اشتروها كلها رخيصة، يعني تقريبا $5. بس كون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.